نسيت وضعية المحترم أبد ألكوش لعبتي. يا سلام عليك. طيب وش قال لك؟ خد معي وقدرني وقال يا قهوجي يا قهوجي وراك تناظر أنت قهوجي؟ إيه قال لي أنا مو بنت. أوكي. الزبدة ويجي القهوجي قهويني ويجيب القدوع ويحطوني بصدر المجلس. حلو. إلى الآن خطتك في الصميم. متى بتخاطبها رسمي؟ بعد دورة التكتيك. دورة التكتيك؟ أنت وجهك بتخاطب ولا بتصير مدرب الهلال؟ يا أبوي وش عرفك أنت؟ هذه دورة يسوونها الكوش قبل الزواج. تكتيك؟ قصدك إتيكيت. وهلأ يا عامر بدك تفهم شو معنية الإتيكيت. يعني إذا بتفوت على مجلس كله ناس، أول شيء بتبتسم بتقول مساء الخير. مساء الخير وصباح الخير وبنجور عندكم أنتم، حنا عندنا تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدين قل اللي تبي. مانا مشكلة يا خي، مانا مشكلة. بعدين بتقعد بالمكان اللي بيختار لك إياه المضيف. تقعد هيك. سلامات يا أبوي، تحط رجلك بوجه الرجاجيل. نزل رجلك وحشم رجال، نزلها. مانا مشكلة يا خي، مانا مشكلة. طبعا أنت بعد ما بتقعد هني راح يسألوا شو حابب تشرب أستاذ عامر. أنت هون بتختار، بدك شاي، بدك قهوة، بدك عصير مثلا، شو ما بدك. رايح كافي أنت تطلب، مالك كل القهوة والقدوع، بعدين تخش بالشاهي. مانا مشكلة يا خي، اللي موجود. وهلأ يا عامر إجا دور الأكل. الأكل شغلتين، بس تفوت على طاولة الطعام ما بتروح دغري على الجاج وعلى السمك وعلى اللحمة، لا، بدك تفوت على المقبلين، حمص، بتوش، ورق عنب، بتغز هيك وبتقطع باليمين هيك وبتاكل هيك. سلامات، عزيمة مشاوي حمص وتبولة، وين الشحم واللحم وين المفطح؟ يا خي أنا شحمة ولحمة وهيدا مفطح، شو؟ عرفك أنت بالمرجلة. اليوم بعطيك دورة في المرجلة، لا منك جيت عند الرجاجيل، لا تقعد تمط بالكلام، لا جيت تمشي، ارفع صدرك كذا فوق، خلك رجال، أوكي؟ فهمين عليك، قدام. يا عامر البنت ذي ما هي من مستوانا، لكن وش رايك؟ أخطب لك بنت أختي منيرة، بنت مؤدبة وذوق. لا 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 يمة، منيرة مغرورة وحقودة وشايفة نفسها على مدري وش، خل زوج شروق بنت جيراننا، معلمة رياضيات وتعرف تطبخ. جوي رياضيات، تكفى يا عامر تزوج شروق، خلها تدرسني رياضيات. سلامات، كل واحد بيزوجنا اللي يعجبه، أنا اللي بتزوج ولا أنتم؟ اسمع عاد، ترى ما أنا بدافع لك ولا ريال بالزواج هذا. ما يحتاج يبا، ما يحتاج. الناس اللي بتزوج من عندهم كاش أبو الكاش، وهم ما يبون شيء، الزواج عائلي يبون رجال. أمحق رجال.